وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. طلبت أن جميما لعوارزي السماوي مرزب ولبحثي مرزب إثمان مرزب عسي كنترولي تصرفاتي مريزة بمرزي موت بعض بحثي نكاحي مريض مترح كلا وبحثي طلاقي مريض مترح كلا كان نذهب لقانونا وهم لفقها فقه إسلامية يتشش من من لعوارض سماوية موتة. أفرمي موت الموت آخر العوارض السماوية وتمرك دواترين دواين عوارض سماوية يعني لم تبدا دواين اشتكك لو عارضانيك خارج لدى صلاة إنسان لمحدود قدرة إنسان. وبه يكون الإنسان عاجزا عجزا تاما. وبهوي أما توا إنسان بترب تواوتينا توان أبي عجزي تامي أبي عاجز أبي بعجزي تام. يترتب عليه انعدام أهلية الأداء مترتب أبي لسأل أم عجزة بل أم عجزيك بملك حاصل أبي فوتان نبون أهلية أداء يعني أهلية أداء لبين شيء فتسقط عنه جميع التكليفات الشرعية تسهم تكليف شرعية كاني ليس قد به لأن الغرض منها الأداء عن اختيار كنك هدف لو تكليف شرعيانا أداية لغوي اختياره يعني باختياري خوي شخصك اشتير ببخشة أداية عن اختيار والأداء بالقدرة ومعلومش أدائي عن اختيار لغوي قدرته يعني شبهت قدرتي به هو معلومش ولا قدرة مع الموت هيج قدرتي لغو موتانية كنك موت عجز ديني وقدرة لبين بقى موتك قدرتي لبين بردوة فقدرة لبين شو مثل أداء مامينه قولي أنه عجز خالص كنك مرق عجزي خالص تواو. ولهذا قال البعض كالحنفيتي هل برأميك بعض يقول حنفي كان وتيانا بسقوط الزكاة عن الميت في حكم الدنيا وساقبوني الزكاة لمردو لحكم الدنيا ده وتيانا شن هدف لتكليفات الشرعية أدائي عن اختياره ومردوش أدائي عن اختياري بونامينه فأبيه أجل كثير مر لحياتي خويا الزكاة مدابو معمولة نبي زكاتك ساقط بي يعني يتم داني زكاتك دروس نبي فأو كابلا مواخيز بي لسنوي كزكاة مدابو حبيب فلا يجب أداؤها من التركة إذا كان الميت لم يؤدها في حياته فزم قرارا أداء زكاتك لتركك واجبني أجر مردوك لحياتي خويا أداي نكردوه بو لأن فعل المكلف هو المقصود في حقوق الله تعالى شنك كردني مكلفك هر أو مقصودة لا موردك كحقي خويا بردقار مطرحة وقد فات بالموت وديال أو مقصودة يعني أو أدعية يعني فعل مكلفك كمقصودة لحقوق خويا أو بمرقك فوتاوة فإذا ما دام كفعل مكلف نمادي إذن أداء أفوتي يعني واجبني وارز بين بين أداء كانوا أمانا. أما وعند البعض الآخر كالشافعي ولذلك وملك يتلوك شافعي مذهب كان ألين لا تسقط الزكاة بالموت ألين زكاة بمالك ساقط نابي بولي أن المال هو المقصود من الزكاة لا فعل المكلف. شنو من باب يعني مال مقصود بالذات للزكاة يعني بويا شغل زكاة واجب كذو هدفي مالك كبقى بنات وكان فعلي مكلف قال لا شندان ما ترحمين يعني لأصلي تكليفك أو كشرع إيجابي كذو زكاة بدري يعني شرع بما بستي شيء زكاة واجب كذو بما بستي مالك يعني لا مالكي ما بسته
فعلي مكلفك ما بس طبعاً فعلي مكلفك هو شخصي مكلفك خويا أجل أداي نكاء أو وظيفة أنجام هذا خوي مواخيلة منتهى هدف معلك يبغي والله هدف في شارع أما بوك أو معلى بفعلي مكلف بدري لا هدف في شارع معلك أبوة بسبب دستي مكلفك خوي أدري يا بيك يا كيتر بدري مثلا يعني وإخراج المال الواجب بالزكاة من التركة ممكن ومعلوم إشاء در كردني أو ما عليك بالزكاة واجب ولا تركك إن كان فزيلا فلا يسقط الأداء فالأداء فساق نابي أما أهلية الوجوب أي آية مردو أهلية وجوب أمينه أو أهلية أداء لبنشو أما أهلية الوجوب فقد قلنا يموتمان إنها تكون بالذمة يموتمان أهلية وجوب بالذمة والذمة مبتني لسر حياته ونيا ولا خلاف بين الفقهاء في أن الذمة تفنى بعد الموت خلاف لبين فقهاء دانية كالذمة لدوي مرق فوته فاني أبيه ولكن في فنائها بعد الموت ولكن في فنائها بعد الموت مباشرة أقوالا للفقهاء نوجزها كما يلي وبرام لفاني بوني أو الذمة لدوي مرق كآية مباشرة هل لقوا المرق خيرائي تر أو ذمة فانية به يا تقريبا اعتباري ما نويبو أكن بو مدته شاكا أو كومل قولة كتيايا بو فقها لو بارها ما شاكا قشتا متفق أن فانية به بلان يكيان الله هل لقى المرد فانية به هوا شايا ألينا هل لقى المرد فانية نابه بلقو مقدارك أمينيته وبزاي شون نوجزها كما يلي يعني بإجاز باتيك قولي كما ما إنها تفنى بعد الموت مباشرة يعني ببي واسع ببي أمك فاصلة كذا بين مرجك وذمك هر لقال مرج يدري ذي مج متلاشي أبو فاني أبي أبو إيمان قولي أن أساسها حياة الإنسان شك أساس بناء غو بناء رتي أو ذمة حياة إنسانك هو بالموت زالت حياته بمرجك حياتك لا شوى فتزول ذمته فالذمة رجلاته فلا تبقى له آلية وجود فاز آلية وجود ولا ميني أو كسك مرد لا كاملة ولا ناقصة نبا كاملي ويميني نبا ناقص أما ديونه أي قرزكاني وني قرزي بودريته أي قرزي مينما وشونا أما ديونه فمسيرها السقوط إذا لم يترك الميت مالا والبقاء إن ترك مالا أما قرزكان سرنجام قرزكان ساقدبونا أجر مردو كمال بجيني غلابي كاتقرضي أو ساحق زناء أو تيتر أجر مال بجيني غلابي والبقاء وما النوية إن ترك مالا أجر مالك بجي غلابي بو لتعلقها به شك أو أختا ديونك تعلق بسن بمالكو أويك لا فرائز باسي أو مدرحك قرضي متعلق بزمة وقرضي متعلق بتريك فأتأجر كابرا معريض نيايب به بمحض أو مرد قرض أو قرضان كل الزمة يأتي إذا كان الزمة نما قرض بخد بخد تعلق بسبب معركة ولي أجر معريض نقول الزمة لا شوى هيش تكيد هي تعلق بسبب بس قرض بنامين ومن ثم يجب الوفاء وأرنب الأوى كتعلق بمعركة وبسيه واجب قرضك بدريته وعلى هذا القول بعض الحنابلة ولسر أم قصيك كذمان بعضك لحنبالية كان قولي دوام القول الثاني ذمة الميت لا تفنى ذمة يمردو فاني ناوي أي ولكنها تضعف أو تخرب بلام أو ذمة زعيفة بمرقك سستبع لا وازبع أو تخرب يا أروخي متواجب خراب أبي وليضع فيها تبقى معها آلية الوجوب في الجملة لبلويك الضعيفة نعلم آلية وجوب تواتي أمينته بلا أمينته آلية وجوب فلقل تبقى معها يعني أمينته و لقل ثاني بومك إجازة نعم لقل زيما كلا باشا لقل زيما ضعيفة زيما كلا ضعيف نبوة خراب نبوة آلية وجوب لقل أمينته في الجملة يعني بإجمال مثلا ما وايتر
بلان ضعيفه كامل نيه بلاي بتواتي بتفصيل بلاي ولا او زمي كامله يا او زمي مثلا بلاي او اهليتي كامله يا او اهليتي ناقصه هيج اواني بون علي. ولكن لا تقوى هذه الذمه التي العفها الموت على تحمل الديون المرسله ان لم يكن هناك ما يقويها من مال تركه الميت او كفيل كان قد كفل الدين في حياه المدين، وبدون هذا وذاك يسقط الدين ولا يبقى. بلان هاتنا بزيما كما هو بلان امزيما قدرتي او امزيما كمرك ضعيفي كردوة تواناي تحملي او قرزانيني كقرزي مرسلة يعني قرزي كبرواب هو شن كزيما كنية اخر قبل المتعلق مرزيما كبوة انا كايت زيما كزعيف هو قرزي كيبوها ماجيري ورينا قريت شاكا تحمل أو ديون مرسلين إن لم يكن هناك ما يقويها. أجل لو شو ناشتك وأنا بكذبك بقوتك جاء ويكذبك بقوتك أشياء من مال تريك الميت لما لك إتريكي مردوك يعني بجي الله أو كفيل يا كفيلك كان قد كفل الدين في حياة المدينة كلو بريشتا مردوك ما بو قرزكي زمانتي قرزكي كردو بيكا كا قرويش نيدا من نيدا مو شوان عاوزكا او نيدا توا او ابي وكومكي في المكر وبدون هذا وذاك وببي ام كفيلو واروها ببي او مالي تركي ميتا ام ببي ام دوانا يسقط الدين وقرزكا سابد دبي ولا يبقى ما مهنة توا ما صار نسال حكومان يلا تنصرفات دولة مية مشا شوان فقط خلزك الزوري كتاوا مثل بيت بل وترتب على هذا القول ومترتب بين الأمثال المدية عدم جواز كفالة الدين عن من مات مفلسا. أما كجائز نية كسي كفالة قرض كل زمانة قرض لكسي كبمفلسي أمره يعني كسي كمثلا بمري وفي شكين ميني يقنفر ببيج من أبن بزامني أبن بكفيلي باشا ومفلسي شأوة جارة كفالة كدروز نية لكن زي كفالة يعني شيء أخذ زمانة دقل كفالة فرقية زمانة الأوية كتو فولكا بالخوات فولكا بيته وقرون إدام طبعا كفالة الأوية تو عوضة داري حاضر كرني بدنا كأبي يعني علي من أو نفرا لفلانة وقتا حاضر أكل ودانا وي قرزة يعبو أي نيمة بردفتا بو أي خوة قرزة كي يبسين دو حاضر جارة كفالة دين لبري كسي كمردوة بمفلسي دروزنية متواجبه بوجه شنك تو او هدف ليواله وكفالته او يكابر المعلقين لتوتي دي ام قلالة بمفلسي بمريت وكفالته يكي ابي بچي هيج نيوة مالكي ويدل على سقوط الدين في هذه الحالة سقوط المطالبة ودلال الأكاة لسر ام سقوط دينا لم حالة دا اما كدينك ساخر بوه ساقدوني مطالبة يعني مطالبة داوالية كرني قرص قتن يعني أو معوي بلاوانية يا كابرا مردوة يتر مطالبة ساقد بوا بيش كابرا بيش بيخ بي قرد كم بيبرو. ولهذا عرف الدين عرف الدين هل برميك تعريف الدين كريالة يعني قرض عرب شوا وتي أنا الدين شيء بأنه يعني دين وصف شرعي الرجل الذي ما من وصفة شرعية وصفة شرعية يظهر أثره في توجه المطالبة أسركي درأك به أنا أسري أسركي درأك به لتوجه المطالبة لروتي أكدني مطالبة وأتك كابرا دعوة إليه قال قرب النلاتة أو أختي أسركي الزانجي توجه فأتا أسركي أثم مطالبة سري دينك لا توجه المطالبة شن بوه يا الله توجه المطالبة لو أنا كابرا دعوة قرب لينك وقد سقطت المطالبة بالموت فلا يبقى الدين ليس مطالبة بمرقك لا شوى فتقرزق نماوة. أما الكفالة فهي الأخرى لا تصح عن الميت المفلس جاء ما كفالة دواي أوا فهي الأخرى يعني مباركي تلفية تامغين صحيح نية لمبري ميتك ميتك مفلس به بو لأن الكفالة شرعت لالتزام المطالبة بما على الأصيل باشا لا التزام اصل الدين شاكر شنك كفالد مشروع كرياغا بو امكسي بالي
يعني أصلي مطالبة أو يعني عهدداري مطالبة أجريت عهدة أو مطالبة بشي بوشتيك لسر أصيلك يا أصيل أو كذيك كفالتك كراوة حالبي يعني مثلا بويا ابن بكفيلي تو شاكر تا مطالبة أو كسوا قرضك بتويا مطالبة كبيرمو يعني أو زميني مطالبة مساعدك مواتني على مطالبة كبفوتي حالبي شنو اگر مثلا اذا قال لي كبر قرضك او خوي برو له هذا الله يمنيني تو صار تخل بها ولا ولا تو اذا وليتي فاز وقت يك يجي جوك من ابي بكفيلي ويا مشروع ولي التزام المطالبة من عيسى كاني مطالبة من العهدي خوم قرتوا يعني شي مطالبة من العهدي خوم قرتوا يعني لعهدي خوم قرتوا كزميني مطالبيتو مساعدكم بشي بحاضر كردني شخص قردالك بجمع ما أكسيه يا بش ببردني خاوان قردك ولا قردالك بجمع كاكا بيبن ولا بجمع أعمده وما أو نفريك خرزة من كفالة كردوه جائز مطالبة بشي بو قردك لسر أصيلك أصيل أو كسك زمان تغيبنا لا التزام أصل الديني نكبري كفالة مشروك لا بو التزام أصل قردك آخر أصل قردك أويا علي أجر نيدا من الدم وقرزك حالي بلا كفالتك أو كتوشي مثلا إذا كابلا دين دانا سندك يبوا خواني علي أعزادي كان من مثلا لوقت مقررة أيان موزن أجر لوقت مقررة نزر دو مثل أمرا مثلا هناك معركة مثلا ما في أو أن هذيك خوتوها توقيفيك توقيفيك يعني يا جاي وهي دات جابا نفقين خوي مصادره اكالة روي كتونة فرقب ليه دهو او خو خرب ديرات دينة وليوه متوجبين اولا او كارا اكال كن قرزن يبلايتو اولا بل او ايه كابران معرفين يكروا لوقتي خويا يا كابران لوقتي خويا خوي معرفين ناكردوه كواتا او اي كتواري من اصل قرزك ادمو او ضمانة يتوه كفالة مين باتش دليل يقوايا يعني مثلا كفالة بوعوة مشروع بوعوة رابي دليل بقاء الدين على أصيله بعد كفالته كما كان قبلها بدليل ما النوي قرزك لتر أصيلك دواي كفالته كفيلك كما كان قبلها هروك شون لو برباء فيش كفالتك دينك إلى سربو إذا مثلا من بوم بكفيلي دينك هل سروق ولا تسر من حالب فاز أجر قرار من مثلا التزامي أصلي دينك من يعني اگر من بوم كفيلي او اكيد فولك اشياء من بمدايته فولك هات سر من حالب ولي بو دليلا كفولك هر لسل اصيلة كما وتوا دواي كفالتك ايش هر اقول لو بربوا در اكويك كفالات عبارة لالتزام مشروع كرياب والتزام مطالبة نقو التزام اصل دينك اماو كواتا وحيث أن المطالبة سقطت عن الأصيل بالموت ولبلوك مطالبة ساقط بين الأصيل بموتك فلا يصح التزام المطالبة بعد سقوطها باشا فالصحيح نية التزام المطالبة كي دعاية المطالبة نما هو أو مردوة تعزت ودي كفالة يدي وبالتالي لا يمكن التحقق معنى الكفالة التي هي عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة وبالتالي بتبعية أموك مطالبة ساقط هو وإلتزام مطالبة دروزمية إمكانية معناه كفالة تحقق فياتا كم كفالة أو كفالتيك عبارة لا شستان دني ذمة بذمة كتب لمطالبة فلا أخذ كفالة الواية وقتك من وتمام كفيل يعني او كابرا حقي لسردو زماء يجي كان كفيلك يجي كان اصيلك بلا نساء ولا معه بس كفالة جائزنا لبنا بلما فإذا ما وفيت ديون الميت وصفيت تركته فنيت ذمته وتلاشت إذا متى روتي الذمك أميني بالزعيفي بلا مر وقتك خرزك أندران وخرزي مردوك وتركك صافيبو بمعنى قرزك ونما فني ذمته ذمك ثاني أبي وتلاشد متلاشي أبي
لأن وجودها كان لضرورة إيفاء الحقوق وتصفية التركة. شنك وجودي أو زما كأمان الماوى تنها لبرنا شعريبو لبر ذلولتي دان نوي حق كانوا باكو كرنوي تركة كبو لحقوق غير حالبو. ومعلوم إشاء أما قاعدة إتيك بالقواعد فقهي والضرورة تقدر بقدرها ضرورتيش اللازه دار اكري بقدري خو يعني تشنك ضرورت بها لبو انها زيان مثلا وفرس اگر كابرا لكاتي ضرورتا بوشتي مدارو بي بو مباحة كري تا او كاتل ضرورتا نجاتي كلا ضرورت نجاتي بو لتر او ضرورت نما لتر امرا اقرصو بصحة حاوتي اصلي كما دارو بو حرام او اخوة يا بأنها زي رفعي ضرورتا بأنها زي رفعي أو زمانيك متوجهية بها حقيها يقوشني مدارة بوخوة مثلا أونيك النمري تادس يقابا شويني خوي أين عقل سكيلي برودا ويبسر دسكابا مدارة بوخوة نواني تقول شرع أو إجازة لدى فتأضر وتقدر بقدرها. فإذا زالت الضرورة كضرورة نما إفاء حقوق وتصفية تلك وجب اعتبار الذمة معدومة تماما واجب او وقت اعتبار ذمة قبل معدومين كيف تواوي وهو واقعها حقيقة كديار امك ذمة معدوم به او اعتبار يعني اعتبار ذمة بمعدومين واقع ذمة او الى حقيقة ده بلان اما مجازا لبر ناشاري هيشتغو معنى وضعيفي بو ويك او حقاني لسه تواجبون. القول الثالث قول سيما وإن ذمة الميت تبقى ولا تفنى زيما يمردو باقي أميني وفعلي ناوي فتبقى مشغولة بالديون فذر ما هو مشغول بديونه ويطالب القيم على التركة لأدائها منها وداواء أكري لقيم لسر أو كثيرك قيم تركك يا شاك أدائي أو ديونبك منها لتركك حالب فأتأمى قولي أمي كان لقى القول دوميك أو أي زعيف بيت أبقى زعيف جنابي وترتب على هذا الرأي ومترتب على هذا جواز كفالة الدين أما مات مجلسا أما كجائز كفالة قرض كبير لو كسيك من مجلسين مرتبة وعدم سقوط الدين عنه ومترتب على لسان أم رأيا ساقض نبوني قرض عنه لو مردوة حتى ولو لم يتقدم أحد لكفالته حتى بشويت وهيش كسيك جنية دبلو كفالة دينك قرض غير الرسالة ويحتجون لرأيهم في عدم سقوط الدين عن الميت مفلسي وجواز كفالته واحتجاج كلب الرأي كي خويا يعني حجد يرنو لا واكد إنك ساقنا بين المردوة مفلسك وجائز كفالة كريه أعمل حجتك عن على أن التبرع عن هذا الميت بأداء دينه صحيح على جهدك هو تبرع يعني بياوتي لبري المردوة يعني بياوتي كي لبري المردوة بأداء قرضك صحيحا باشا ويثبت للدائن حق الاستفاء من المتبرع وثابت شبه دائن يعني هو واقر ذكي هيا حقي ورقتنا ولا متبرع كيش وتكاك أمر دوة هذا نايدة من أواء الدم وهذا الحق أعلاف من حق المطالبة يعني أم حق كساب الدبيب ودائن حق الاستفاء لمتبرع عالي جل مطالبة أما بو ما هو مطالبة ولا ما هو حاضرون أما قوي مما يدل على بقاء دين لو أنه كدليل لسر ما نوي قرضك بوهي أقل كثير درجاتي أو دايا ودرستو أو وقت دائين جثان اللي والبريم وأيضا دوبال فإن كفالة الحي المفلسي صحيحة كفالة كثير كذندو به بلا مفلس به توبي كفالة كثير صحيحة مع تعذر الاستفاء لقلو دا استفاء يعني بأنه متعذر ناكري بو شي مثلا حي مفلس كفالتي درسته بو حي بو ميت مفلس كفالتي درسته لحالك اللواك لهرج انا استفاء متعذره وكيبوا ماشا فتصح كفاله الميت المفلس ايضا وانواع يجب ويؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز كفاله الدين بعد الموت يعني هو حديث شانناك في غمر كفاله الميت اجاز كفالتي قد دار لزي مرقك فاذا ما سوية ديون الميت تتوخ تسوية كرا قرض مردوك قرض كاني مردوك وصفية تركته وصفية خوانا لو دارت في شهر إما
وسلاسي مجرد غير منوع باب التفعيل. فإذا ما وفيت الديون البيت وصفيت تركته أعرف غيره. فإذا ما سوي ديون البيت وصفيت تركته قد ذكرني تسوية كرانو تأيك كي تصفيه بو تلاشب عند ذاك ذمته لو كانت ذمك متلاشئ به ولم يعد يتمتع بأي شيء من آلية الوجوب. إذا أمرنا قرأته بو أو المتمتع به بهشت بلا آلية الوجوب تعذيك المتمتع يعني لا هج آلية الجنة من يقول هناك محمد المصطفى لما لقي خويا درك في بجير معي شأويك من لما رغم أو بيت الطحية عدام أميك واقعا واقعا صحابي كيغمة صلى الله عليه وسلم تواكان ينبي أقواب استبوا واقعا خوشويستي محمد المصطفى لخويا لما رغم لكسيان زيات البوا في غمر بآياتي إنما المؤمنون إخوة محبتي قرادة لنا طواني مسلمان دا وبيستي هم مسلمان محبتي ناو يكتريان بيتوكا يكيك لو هشتايفيكا يكيك لو تايفانيكا لجير تبلي لجير تبلي خوالا حشد دبن أوانا كي يكتريان خوش دبن جاء نخوة الله أم محبتا بنسبة بيغمر صلى الله عليه وسلم به كيا ربي إخوائي حموماً همو مسلمانان لجير آلاء إسلاما وللاي بيغمر إخوائي حشوك يا رب العالمين. وإذا نيك أم محبتا تعبدت زماني أصحابانية يعني تعبد أصحابانية محبتا حربوة أبينين ويسي قرني أولياء الله يكبوا في غمال إخوة سارشكا بحضرت عمر وعلي رضا ورحمة إخوان نسبت كتشوي بري بولاي حضرت أويسو وعباية خوش بعنوان هدية بيان أنيري كبيدا بام حضرت أويسو حضرت أويس زورك زور بدوايا قرنتا فيايا كان كفيانا كان دانيشن كان بلان في أوشوان يمكن لاي حيوانا دانيشن قصد كان بلاي بي قصيلة مصالة وأمانة قفتوا بيك كانوا حضرت أويس فرميت يا عمر يا علي آية إيوة محمد المصطفى تنخوش دويت كمالي تحجب البلاي جاشون خوش مانايا ايه ما خوش من نوه؟ الله نعه ايه وخوش من نوه؟ حضرت ابو بكر خوش يوه حضرت ابو بكر لغاري حرادة لغاري ثور دا كاتك شلنا وغارك لقل فيها مصر الله صلى الله ديارة وغارة دو فشك ومار وحيوانات ومزيز وربوة بويك ندم بيغم صلى الله عليه وسلم ديت هوايقنا كان أخنات لآخرة شونك خاوي أمينيته فايخويك يا خاد بويك أقر ماري اليوهاد وجهري في وبوب داب منه ندعب أبو بكر ندعب محمد المصطفى بلام يعني السفري هجرته أبداني السفري هجرته حضرت أبو بكر هر تالك أكوت اللايك حزتي محمد صلى الله عليه وسلم وويكا أقر زمانك مشكران قصدي كمين يعني كردبي اللي صلى الله عليه وسلم أو النصر يكبر كمين يكبر من بم برام أقعدار بن إيو نازان من محبة إخوان هيا من محبة رسول إخوان هيا كاتك باسم لشري أحدى في غمر إخوة ديانك شهيد هو هاتم ديانك خوشم ديانك درهينا وتمجاتهم في غمر إخوة ديانك نبيو من بمبي ومعنى مكر
كشاهد قوم ديانة من كيشا ما أو ديانة ذاك محمد المصطفى على شريعة أحدى أو ديانة شهيد بوا هاتم أم ديانة كيشا من كيشا هل واقو ما نسري في دم ديانة كيش من كيشا هل واقو ما نمكر ديانة دمان أما يواقعا محبتي في غنبر من وكو ويسي قراني وكو أبو بكر عمر وكو صحابي بتيك رأي خوش بي لكو تعيدا وكو فجارة عليم كي نيازي ببي بچشني من بودكا خوايا قدا دستكم بداماني محمد مريكي دلرانو ديلي قرقين او سنم نجات منابي مدر بقوتاني محمد كرشي تاواني زورم دونتهوي فجارم خلاي ايمانم هيا لدوكان محمد وصفى صلى وصل الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد العام